عمل مبهر مبهر بكل المعاني، لأنه جاب المشاكل الحقيقية للطلاب بيواجهوها في المدرسة بشكل يومي، وقال لنا الحلول وادى الاختيار. وانا حاسة ان فكرة انه حد ياخد الاختيار وان الطلبة تتيح ليهم فرصة الاختيار، هو ده بالظبط اللي احنا نفسنا نبنيه في الاجيال اللي طالعة، ان دايما عندك اختيار، دايما عندك انك تختار الحاجة الصح او تختار الحاجة الغلط. ومن خلال الدراما بيشوفوا فين المشاكل اللي جواهم يمكن مش بس براهم. فبصراحة عمل مشرف، وانا اتشرفت ان انا اكون موجودة النهاردة. مش قادرة بصراحة أقول أنهي قصة أثرت فيها أكتر، لأنه حقيقي كل قصة منهم يعني بتسلط الضوء على مشكلة من المشاكل اللي موجودة، اللي إحنا كمان بنشوفها حتى لما بنشتغل مع المدارس. أنا بس اللي مبهر بالنسبة لي المصداقية اللي موجودة في كل الأطراف اللي موجودة في المشاهد، الأم الحقيقية ومدير المدرسة اللي قرر يبقى مختلف، الطلبة اللي زي ما هم فعلا بكل التحديات اللي بتقابلهم، المجتمع اللي إحنا عايشين فيه بكل الحاجات اللي بتحصل فيه من مع الطلبة ومع بعض. مش قادرة نقي حاجة لغاية دلوقتي، لسه عندي النص التاني من الشو هتفرج عليه، بس اللي أنا شفته لغاية دلوقتي مبهر حقيقي.